تحضير وجبة شهية في شهر رمضان هو رغبة الأسرة، وجبة مليئة بالمتعة ومليئة بالطاقة لتخفيف تعب الصيام والاستعداد اليوم الثاني، الطاقة وحيوية. ومع كل هذا الآباء والكبار بالسن ما يتمتعون بهذه الطاقة والقدرة، ولازم نتذكر إنهم بحاجة إلى طعام غني بالطاقة أكثر من أي شخص ثاني. خلونا نستمتع بوجباتنا مع منتجات هسنياني بأمسيات رمضان. نلتقي كلنا ونستمتع بشهر رمضان المبارك. منتجات هسنياني تجمع الأسرة دائما. رمضان سعيد.